عليكم، مرحبا بكم في قناة ملكة كويزين. وش راكم يا حباباتي؟ وش راكم مع الصحة؟ كيما صبحتوا؟ وش راكم؟ شو وليداتكم؟ وش جبلتكم؟ كيما صبحتوا مع السخانة هذه؟ هذه السخانة راهي سكتوا برك، راهي حتى راهي طالعة في السماء، راهي والله العظيم شعلت الفور. أنا راني فور. والحمد لله كراكم بخير، نتوما بخير، احنا تاني كنا بخير. واش نقول لكم؟ راح نديروا شويه خبز، با بوكو، غير شويه برك. مسموح لي فوق السلوم، طلعت قاعدتك فوق خزاين لي لوس، على بالكم كل ساعه واش ندير انا كي وحدي، ساعه هادي ساعه نحكم الكوزينه، ساعه نحكم الصال دو بان، وعلى بالكم وهادي وديك الجهه. عندي دي بارا ندير فيها الفراش كاع مستف بطبيعتو، وخزاين داخل تاع الصباب عطيتو كاع مغسول ومستفين. الوغ باش نوري لكم كاع الشيء هذايا ونتبعنا بالكاميرا، سي ترو دو بور موا، لازم واحد يتبعني. الوغ واش سي فيك؟ ندير اللي نقدر عليه، الله غالب على اللي ندير اللي نقدر عليه، باسكو جو بو با توت سول، جو بو با. الوغ جو بوغي با توت سول. دونك واش نقول لكم يا حباباتي؟ انا راح ندير لكم شتا خبز وتشوفوا سي افيك لي غرام، مي اكو تعرفوا سي با زعما حاجه زعما واعره. بسم الله راح نبداو، راح نديرو في الروبو. اللي تحب ديرو بتعجنو باليد ديرو 10 مينوت ان بو بلوس، اللي تعجنو بالروبو 5 مينوت. دوكا راح نبداو بسم الله. عندها دقيق تاع العجين، هاوليك دقيق تاع العجين فين اكسترا فين، 300 غرام 300 غرام تاع الدقيق، 200 غرام 200 غرام دو فارين، 200 غرام تاع فارينه، 300 غرام 300 غرام تاع الماء، 300 غرام تاع الماء، فوالا 300 غرام تاع الماء، مغرفه تاع الملح تاع القهوه، une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre cristallisé, مغرفه تاع السكر كريستاليزي تاع الماكله تاع العشاء، 3 cuillères à soupe d'huile. علينا هذا يحكمك بالاخر. هذه قلنا مغرفه 3 مغرفات تاع الزيت كما تحبوا، او زيت الميدا او زيت الويل دوليف. الوغ هنا 3 مغرفات تاع عشا، 3 كويير ا سوب دو لويل، دويل كوم فو فولي، لويل دوليف او بيان لويل لويل نورمال فيجيتال او كوم فو فولي. فوالا هنا 10 غرام 10 غرامات تاع الفا تاع ولا لا 10 غرامات تاع الخميره تاع هذيك بودرة هذيك تاع فوا كيما الطعام كيما لا سيمول. الوغ 3 غرام دو de levure du boulanger boulangère semoule. انا قلت لكم 10 غرام تاع الخميره تاع ديك سمول تاع الرقيقه اللي تعرفوها، لا كلشي يتلف لنا. بون جي تو جي لا. وهنا هذا اللي باش نقسمو به الخبز، لا بياس هذه. فوالا دوك راح نبدا بسم الله في الروبو. دوك نبدا ندير دقيق، راح نبدا ندير الدقيق مع الفرينه. فوالا جو ميلونج تو سا، جو مي لو سيل ابار، جو مي لو سكر سي، جو ميلونج لو تو هكذا، لي تروك سيك هكذا، جو ميلونج لو تو افيك اون كويير بمغرفه هكذا، خلطو كلش باش دوك المكونات هذوك يتخلطوا هكا ناشفين، باش هذاك الملح باش يبعد لنا على جال الخميره كي يديروها اون بعد الخميره سي لا ديغنيير. فوالا فوالا كو تشوفوا هنا هكذا فوالا. ابري ندير الزيت، فوالا لي 3 كويير دويل، ديروا ديروا هادي ولا ديروا وصبو كيف كيف، ديروا وصبو الزيت ولا زيت زيتونه ولا زيت نورمال ولا زبده، نتوما ولو شو تاعكم ا فوتر شوا ا فو. فوالا مانتونون دير لي 300 غرام تاع الماء او انفيرون، ديت هاد 3 غرامات ونشوف عيني يا ميزاني. ابري هي لاخر تاعها هكذايا، تخلطيها هكذا فوالا هكذا ونشوفوا كل وحده السما والفرينه هي البيزا تاعها هكذا. ابخي كل وحده والفرينه، كاين الفرينه اللي تشرب وكاين الفرينه اللي ما تشربش.
الا ما تشربش يجي سوا سوا، الا تشرب نزيدو لها شويه. هاد الاخر ما يحبش بزاف واسمو، ما يحبش بزاف الماء. فوالا دوك نشوف الى فارينتي مليحه، باسكو اون سي دا اون سي جامي لي فارين كيفاش دايرين. والروبو لو بيترا جامي فرغوا كلش، شحال راهو من سنه راهو عندي لي بيترا، جامي تحطوا زعما هكذاك تلبخوا ديروا الفرينه والدقيق وكاع وتخلعوا وديروا هذا كيدور، نو يقعد كلش في لو فور ماشي مخلط. لا تخلطوا بمغرفه ولا بيديكم كيما تحبوا نتوما. ابخي تشوفوا فوالا، شوفوا شوفوا جات 300 غرام جو كوا لي شان بيان. شوفوا هنا في القلب، شوفوا مازال دقيق شويه با بوكو مي فوالا. غنكملها هاد لا 300، هاي ليك شوفي جا خلاص 300 غرام. هاد الخميره دوك نخليها هي لا ديغنيير ونديرو هنا ونديرها ندور هكذا وندير هاد الخميره. دوكا نكمل بيدي باسكو فوالا، بسم الله بيدي. دوك ندير الخميره هادية، دوك ندير الخميره هادية هاي ليك شكلاش طلعت. هادي 10 غرامات وديروها مع الاخر كي تخلطوا كلش وديروا الماء يتو ديروها سي با زعما توسميت هكذا وتخلوها تخمر حتى يطلع اللحم جب تاعها بيان بيان. ابخي تفاسينيوها كيما نقولوا كسره، يابخي ديروها بهذاك فوالا. ورا يا حباباتي راني رايحه ندورها نحسب لها 5 دقائق، نحسب لها 5 دقائق. ولا يا حبيباتي انا حنحبس الروبو، هم جو فاتوا 5 دقائق فوالا. دوك هاتيك نحبط هاد العجينه هادي، نحبط العجينه هادي هكذا ونروح نغسلها ب هكذا نحبطها فوالا هكذا. شوفوا كش راهي، شوفوا فوالا نحي هذا هكذا نحي العجين نحطو هنايا نقع عليه الماء باش ما يلبش. غير كنولي معاكم فوالا هاي ليك جو فيها خرجتها من الاخر. دوكا تيك نجيب الشفرينه، شوفوا لا بيل بات كيفاش راهي، شوفوا ولا عندكم الكوبات كيما هادية سي بيان تسلككم ما تلصقش في يديكم فوالا. هذيك لا بات العزيزة كيفاش راهي، شوفوا كيفاش رطبة تشهي، شوفوا رطبة تشهي فوالا وتشوفوها فوالا شوفوا كيفاش رطبة، شوفوا دونك نديرها شفارينة في لو فون تحتا ولا شويه زيت ولا شيبا هكذا باش ما تلصقش هكذا ما تلصقليش هكذا. وشوفوا ديك لاباط العزيزة كيفاش راها، تشوفوا فيها ياك، شوفوا بات زعما ليس مكاش، شوفوا هكذا. نخليها دوبلي الفوليوم تاعها، دوبل الفوليوم هاي شوفي الفقاعات هذوك كي معجونه مليح فوالا هكذا. نخليها هكذا ما عندهاش الوقت على حساب الحراره تاع الكوزينه تاعكم ولا السخانه، انا وشعل الفرن دوك تواسي بالخف فوالا.
عفوا نديها دوك نغطيها ونديها للبالكون كان السميشه راهي فور نديها تماك وتشوفوا الدوبلي فولين بالخط تطلع لي ابري نولي معاكم نوريكم كيفاش لا سويت يا حبابي فوالا دوك نغطيها الفور نشعل من الصباح ملي بديت هو يشعل الفور باش يسخن بيان باسكو الخبز يكذب عليك الخبز لازم له يسخن بيان 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 الفور الفول لازم له يسخن فوالا هكذا بسم الله الفوا نجبدو برك كلشي حصل فوالا نغطوه هكذا بهذا نغطوه بيان بيان بعد نزيدو له بالطرشون هذاك نتورشو اون لو كوفر اي ابري اون لو مي او شو dans la cuisine ou bien dans le micro-ondes, vous allumez le micro-ondes, ça chauffe un petit peu, vous le mettez dedans, ou bien dans le four, vous chauffez le four et vous l'éteignez, et voilà, et vous le mettez dans le four, comme vous voulez. Si la cuisine elle est chaude, vous la laissez dans la cuisine, voilà. Ou bien le truc chaud, voilà. Maintenant, on a la handiro sur le balcon. Je vais le mettre au balcon parce qu'il est plein de soleil. لان دو سوليل بالكون تاعي راهو يشعل الا ومن بعد نولي معاكم فوالا يا حباباتي انا وليت معاكم فوالا انا وليت معاكم فوالا راني وليت معاكم فوالا نحيدو هاد البابي هذا الخمام شوف واش خمام الله يبارك شوفو شوفو كاش خمام شوفو السخانة اللي راني فيها هنايا ولا لا 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 ولا لا 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 واش راني راني السكتي برك السكتي برك فوالا كنت تشوفو كيفاش دوبلا الفوليوم ديالو دوك هاتيك نديرو لو شفارينا فوالا نديرو شفارينا هكدايا متخافوش من الفارينا ديرو الفارينا كيما تحبو فوالا دوك نزيد ندير فارينا هنايا نزيد نحل لخرى باسكو دي خلاصت نحل الباكي الاخر والراحه هو لا فارين فرنسين هي لا ميور فوالا ندير هذه والماركه الاخرى فوالا فارين دو بلي ا تو يوساج لو تي 45 فوالا شوف لو تي 45 فوالا هذه هي عندي زوج لوان ندير بهم انايا 3 بلس كاين 3 كيما شفتوا لا كاين لا ثالثه اللي ندير بها فوالا فوالا تامين 5 هادي تو تاميسي بك هادي فوالا هكدا دوك نديكازي هاد هاد لاخر ديالي شوفو شوفو بيان 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 نديكازي هكدا ونحيه من هنايا فوالا نحيه من هنايا هكدا ونحي الروبو ونبعدو لهيها فوالا نزيد نديرلو فارينا هنا هنا فوالا هاي لي بولي خرجوا نقول لكم ما ترققوهاش بزاف ما ترققوهاش بزاف بلا ما نديرها ب واسموها هكذا خشينه وديروا انسان ديال هذه الغشيه فارينا اون سي جامي تسقلي فوالا ونديرها هكذا دوكاتيك نوريكم حاجه هذا يروح للفور او طيب ديجا بيه فوالا هي بروبر كو طيبت بيه سي نورمال فوالا غير بوتشي بوتشي حنيونات هكدايا شوفوا هكذا
ندير لها ان بو دو شود واي ان بو دو شو لو لو تياد غادي تنقوقوها هكذا هكذا الماء هكذا هكذا ونحطها في الف في وصفه في الدقيق هكذا صافي في الدقيق هكذا ونزيد نعاود لها ما تشمخوش الدقيقه نزيد نعاود لها شويه هكذا الماء هكذا هذا الخبز حنا ما نديروش يديروه هنايا هدايا فوالا هكذا هكذا كما قالوا لك هكذا فوالا شو طاميس بيان 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 باش يخرج بالدقيق فوالا ونحطها هنايا خبزت نحطها هنايا نزيد نخليها تخمر نزيد نخليها تخمر يا حباباتي نزيد نخليها تخمر واحد كاردوغ ربع ساعة نزيد نخليها تخمر هكذايا نخليها تخمر واحد ربع ساعة هكذا هكذا ونحطها هنا فوالا تشوفو نحطها هنا ندير لها شويه دقيق هكذا ونزيد عاود ندير لها شويه تاع الماء ما تمسوش الدقيقه غير هكذايا فوالا ومن بعد نزيد نرمي فوقها فوالا استنى باش تشوفوا ومن بعد نزيد نرمي فوقها هكذا نحطها في الدقيق هكذا وتشوفوا ندير لها شويه دقيق هكذا ندير لها شويه دقيق ابخي نزيد لها شويه ماء فوق الدقيق هذا نزيد لها شويه ماء يجي شغل خبز شغل كومبان داك الخبز تاع لي بولونجري وتزيدو ترمو فوقها شويه تاع الدقيق فوالا نزيدو نحطوها هنايا فوالا يا حباباتي هاكو تشوفو كي درتها مازال غير وحده راك نشوف واش حندير لها هماك هذا الحنيونات غير صغار برك نخليهم يرتاحوا 15 مينوت 15 ساعة ان كار دور وانا نقول 15 ساعة ان كار دور فوالا نحطهم هاد الحاجة هكذا بلاستيكي هكذايا وزيدو لهم طريشه من الفوق وتخلوهم ربع ساعة ومن بعد تولو معاهم بعد يديرهم في الكوشة ا 200 ا 200 ا 230 انا تاعي ما فيش 230 انا تاعي فيه 220 الوغ سي فيك دونك خليه يخمر هكذا وراني نولي معاكم ولا يا حبيباتي شوفوا داك الخبز اللي قلت لكم اللي شتوه اللي كنت نديرو شوفوا كيفاش شوفوا كيفاش داير دوك نقسم لكم شويه وتشوفوا شوفوا كيفاش جا الصلاه تاع النبي الحبيب شوفوا 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 دوك نولي معاكم ولا يا حبيباتي كنت تشوفوا الخبز اللي درتو قبيله وشتو كيفاش جا جماني فيك جاب خالف ماذا بيا نبارطاجيه معكم يا حباباتي وماذا بيا قدامك ما نقول لكم كل يوم ماذا بيا ذوقوا اللي نديرها ذوقوها معايا واش نقول لكم جا موالو جا رطوب جا خفيف ظريف كما نقولوا واش نقول لكم يا حباباتي كما لي ميزور كاع اللي قلت لكم تسيبوهم في صندوق الوصف ندير لكم في لاباج دانفو واش نقول لكم ما بقى لي غير نقول لكم يا حباباتي رصوا على الجرس الحكم كل جديد ابوني فو على قناه ملكه كويزين و وديروا جيم وما يلحقكم غير جديد ان شاء الله يا حباباتي والى اللقاء مازال ما قلتوش الى اللقاء قلت بك الى اللقاء استنى نوريكم كيفاش سمحوا لي نوريكم كيفاش فوالا كيفاش دوك نقسمه لكم شوفوا كيفاش جا شوفوا 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 كل بريوش شوفوا بريوش يا بريوش شوفوا 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 كل بريوش ها شوفوا جا ما شاء الله خبز وعيد الكلام شاهدكم في الجنة ان شاء الله يا حبيباتي واش نقول لكم والى اللقاء فوالا